صباح الخير عليكم. اليوم السبت 15 اكتوبر 2022. انا هنايا في الاخوين، جيت هذا الصباح ندوز واحد الامتحان في اللغه الفرنسيه. ايه حنا هنا كلشي كنقراو بالانكلي، ولكن هذا الامتحان كيكون الاغلبيه الناس ديال الاندر جرادويت، يعني الطلبه يلا كيدخلوا الاخوين واللي كيكون عندهم الباشلر للسيستم ديال الاربع سنين، وكيخصهم ضروري كيقراو العربيه وكيقراو الفرنسيه في بعض بيان سور المواد او في بعض الكورسز اللي كيكونوا عندهم. ولكن انا بغيت ندوز هذا الامتحان باش نشوف لو نيفو ديالي واش باقي مزيان ولا المهم ولا كحلت شي شويه مع هنا كلشي كتقرا بالانجلي. والحمد لله نتوما عارفوا دابا انا كنقرا از ماستر ستودنت، كنقرا العلاقات الدوليه ان دبلوماسي، وفي نفس الوقت باقا كنتعلم الانجلي، باقا كناخذ دي كور سي فو فولي ابروفوندي ان انجلي. فوالا كنتمنى لكم التوفيق.